النهارده 13 ديسمبر كان عيد ميلاد كابتن شريف عبد المنعم، بنقول له طبعا كل سنه وانت طيب يا كابتن، وهو نجم الاهلي طبعا في منتصف السبعينيات واوائل الثمانينيات في القرن الماضي، خرج من صفوف قطاع الناشئين بالاهلي وضموا المجري هيدكوتي للفريق الاول، ده كان عام 1977 واستمر لغايه عام 1985. يعني كابتن شريف من الناس الجميله جدا كمان على المستوى الانساني حقيقي، صحيح. ودمه خفيف جدا وروحه حلوه، فكل سنه وحضرتك طيب يا كابتن كده، وان شاء الله سنه مليئه بالنجاحات باذن الله مع الاهلي يا رب ان شاء الله، عقبال مليون سنه. وبنقول لك يعني ربنا يسعد اوقاتك دايما كابتن شريف، من الناس الجميله جدا. طبعا الجدير بالذكر ان كابتن شريف عبد المنعم في مسيرته احرز 26 هدف ساهموا في فوز الاهلي ب 14 بطوله مختلفه، من بطولات الدوري العام والكاس وبطولتي افريقيا لابطال الدوري ولابطال الكؤوس. والجدير بالذكر كمان انه احرز اول اهدافه امام احدى الفرق الصوماليه في بطوله افريقيا لابطال الدوري يوم 10 ابريل من عام 1977. بنجدد التهنئه مره ثانيه، كل سنه يعني بحضرتك طيب وعقبال مليون سنه. وتعالوا نشوف تقرير رسائل الجماهير للكابتن شريف عبد المنعم، ثم فاصل ثم عوده مره ثانيه، اتفضل. بقول لك كابتن شريف كل سنه وحضرتك طيب، وسنه سعيده عليك ان شاء الله وعن كل اللي فات، وربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يكرمه، بقول كل سنه طيب وعقبال 100 سنه قادمين. كل سنه وانت طيب، وهو حد بيحب النادي جدا، بيحب الكيان جدا، بس نستمتع بيه في الاستوديو التحليلي واللي على طول بنتفرج عليه مع الكابتن ايمن شوقي. كل سنه وانت طيب يا كابتن. كل سنه حضرتك طيب، وطبعا انا ما تابعتوش كلاعب كوره، لكن انا عارف ان هو بيحب النادي، فبقول له كل سنه طيب. كل سنه وهو طيب، يا رب دايما بصحه وعافيه كده يا رب ان شاء الله، وربنا يبارك لنا فيه يا رب. طبعا احنا من نفس الجيل، كل سنه وهو طيب ودايما يكون في صحه وعافيه يا رب، ودايما يكون في خدمه النادي الاهلي. ربنا يعودها عليه الايام بخير، وكل سنه وهو طيب. شيري من الناس المخلصين اللي هم رجاله في الملعب وبره الملعب. كل سنه طيب يا كابتن شريف وعقبال مليون سنه. كل سنه هو طيب وعقبال مليون سنه ان شاء الله. كابتن شريف من الناس المخلصه جدا للنادي الاهلي، وراجل من الناس المحترمه جدا يعني. كل سنه طيب كابتن شريف، وزي ما امتعتنا كده احنا بنحب نوجه لك ونقول لك الف شكر ليك، وبنقول لك كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه.